اليوم التحقيقات غتبدا في الملف الثاني ما يسمى بتخابر تهديد الامن الداخلي والخارجي للدوله، وغيبدا اليوم التحقيق ديال مع عمر في هذا الملف هذا بالضبط. اما التحقيق واما الملف الاول يعني القضيه الاولى راه دازت تكملات وداك الشيء، حنا نشوفوا شحال غيستمر هذا التحقيق هذا ديال ما يسمى بالتجسس والتخابر مع دول اجنبيه، مع جهات اجنبيه لها علاقه بجهات استخباراتيه. هذا هو اللي جاء في البلاغ ديال الوكيل العام. حنا كنتسناو راه المحامين معاه لداخل، عدد ديال المحامين حاضرين من عده مدن، من بني ملال، من الرباط، من طنجه، من مراكش، حاضرين معاه هنا ومن الدار البيضاء بيان سيغ. ما فهمتش انا كيفاش واحد خرجات امنيستي 22 جوان خرجت تقرير ديالها على اساس ان عدد من الصحفيين والمدونين والناشطين والنشطاء السياسيين تعرضوا للتجسس من طرف تطبيق اسرائيلي من شركه ديال انيسو، وهذا التطبيق هذا سميتو بيغاسيوس كيتجسسوا بسرعه جامعه الحكومه في اطار مجلس حكومي، واتهموا عمر بالتجسس وبوريطا والراميد وامزازي كناطق رسمي باسم الحكومه، قالوا على ان عمر جاسوس وكذا وكذا وتيجسس على البلاد. وما فهمتش كيفاش هذا هو اللي هذا هو مباشره فعوض ما يردوا على امنيستي اللي تتهمت السلطات المغربيه بانها كتجسس على النشطاء، المجلس الحكومي كيتهم عمر بانه هو اللي كيتجسس على المغرب والى اخره. بعد ما يمشيوا يبحثوا اتهموا عمر بهذا الشيء هذا. ايوا عمر صحفي، ما صحفي استقصائي، ما صاب ما يدوزوا له، داروا له هذه التهمه هذه، وهذه التهمه هذه تكررت عند عدد ديال منهم منجيب، منهم هشام منصوري، منهم بزاف ديال 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 النشطاء والصحفيين تعطات لهم هذه التهمه هذه ديال التجسس والتعامل واستقبال اموال من جهات اجنبيه والى اخره. هذا الشيء اللي كاين. هذا الملف هذا خاوي، وبالنسبه للصحفيين اعتبروا، بالنسبه للمحامين اعتبروه خاوي، وبالتالي انه في الوقت اللي كانت انتم عارفين التجسس راه ماشي تجسس، متهمه خطيره جدا. سميتو النيابه العامه الوكيل العام الملك رجعها جنحة، ما بقاتش جنايه. علاش؟ لانه فعلا حسوا براسهم انهم ما لقاو والو في تقريبا 12 حصه 12 تحقيق عند الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه، ما لقاوش شي حاجه كتبرر لهم هذه التهمه هذه. بحال اللي هما زربوا، ما معنى انك انت تسمع تقرير ديال امنيستي فهم يردوا عليها مباشره، كتجمع الحكومه كلها وكتدخل في مواجهه مع واحد الدري صحفي صغير تيخدم يلاه بادي الخدمه ديالو. ما فهمش كيفاش الدوله كلها بالاجهزه ديالها بالقوه ديالها بالقامه ديالها كتتواجه مع عمر وكتوجه له تهمه على اساس انه كيهدد البلاد، الامن الداخلي والخارجي ديال البلاد. هذه هي السورياليه في القمه ديالها. الان هذا الشيء خصو يحبس، انا نقول لك خصو يحبس، لان المتضرر الكبير فيهم عمر هو واحد من الشعب، المتضرر هو الدوله. الدوله والوضعيه الحقوقيه ديالها قدام العالم كامل، يعني خص هذا الشيء ما يبقاش. انا كنظن انه خصنا نبداو هذا 2021 بغيناها تكون حاجه اخرى بدون اعتقالات سياسيه، ويتفتح نقاش في البلاد. راه عندنا ازمه كبيره هنا، وعندنا انتخابات وعندنا كذا وعند مواعيد جايه، ربما ما عرفش الناس الشعب غادي يكون يتدفع بعيد على المشاركه السياسيه وعلى الاهتمام بالقضايا ديال البلد. باش الشباب ديالنا حنا بحال ماشي مغاربه، ما عندهم حتى ما عندهمش بلاصتهم في المنطقه ديال السلطه، ما كتهتمش بهم، كتدفعهمش انهم فعلا يبغيو بلادهم وكذا. وهذه المحاكمه ما تعطي والو، واخا يدخل الحبس كاع، واخا يحكموا عليه بالحبس ما تعطي والو. شحال من واحد دوز الحبس وشحال من واحد، ولكن المغرب هو اللي خصنا، هو اللي خصنا بلادنا هذه. حنا ماشي ضياف فيها، بلادنا خصها تنقى، بلادنا خصها تعيش بحالها بحال الدول الاخرى، حقوق ديالنا خصها تحفظ، والدوله خصها والمسؤولين خصهم يحفظوا لنا حقوق ديالنا وحقوق ديال الشعب المغربي. حنا ماشي زعما اعداء ديال البلاد وداك الشيء.